مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاثنين 14 شباط عام 2022. الحقيقه انه واضح انه النظام ماشي بسياسه افقار وتشليح، يعني حرفيا الناس من كل ما يملكوا بالتدريج بدون ما يحسب اي حساب لمصالح الطرف الاخر. وعبول الطرف الاخر، لان فعلا اليوم سلوك النظام هو ند للشعب في عمليه ندية وعداوة مع الشعب، انه كيف بده يحصل من الشعب بكل الشرائح اكبر قدر ممكن من الاموال، بالاضافة لرفع الدعم اللي حكينا عليه اكثر من مرة، ويعني نداءات والاستغاثات اللي سمعناها قبل عملية رفع الدعم وبعد عملية رفع الدعم. هو ماشي بهذا الطريق بدون ما ياخذ اي اجراء فعلي يخفف عن الناس المعاناة يلي عم بيعيشوها. ماشي بموضوع الجباية بطريقة كمان يعني غير معقولة نسبة للظروف يلي نحن عايشين فيها. مرة تانية لا يمكن تطبيق برامج إصلاحية وإجراءات تطبقها الدول ذات الاقتصادات القوية واللي عم تعمل نوع من التحول الاقتصادي من شكل لشكل نتيجة النمو الموجود في هذا الاقتصاد وارتفاع يعني كل مؤشرات الاقتصاد، من دخل المواطنين إلى النمو الناتج الإجمالي المحلي إلى تقلص أو انخفاض نسب البطالة. ما فينا نطبق إجراءات في مثل هذه الدول على اقتصاد متوقف ومجتمع ينهار، يعني هذا بيزيد ويمعن في عملية إذلال الناس وعوز الناس وانهيار كل القطاعات تماما، يعني حتى أنه بدنا نوصل لمرحلة فعلا ما يضل عنا شيء. بهاليومين طلع قرارين، القرار الأول أنه يفرض على عمليات البيع العقاري والسيارات أنه تسدد نسبة محددة من القيمة الإجمالية عبر الحسابات المصرفية، 15% على البيوع العقارية والسيارات بين 3 ملايين ل 20 مليون حسب سنة الصرا. هلا يبدو هذا القرار منطقي، هلا كل دول العالم لا شك أنه يتم التعامل أصبح عبر البنوك والحوالات المصرفية، ولكن مرة تانية في سوريا نحن خلال العشر سنوات الماضية أساساً كنا متأخرين كتير عن باقي دول العالم، والعشر سنوات الأخيرة خرجنا خارج نطاق العالم، يعني لم نعد اليوم سوريا لحتى نعترف نحن، وهذا واقع كل الناس اللي برا وجوا بيعرفوا، ما عد نحن دولة من دول العالم، نحن خارج سياق المكان والزمان أساساً، يعني ولسه مصرين أنه نطبق إجراءات يعني هي وكأنه شيئا لم يكن، وكأننا فعلا بالعشر سنين أنجزنا خطوات لكي نلحق بركب الدول المتقدمة. يعني اليوم بدي أسأل أنا سؤال، مين من السوريين عنده حساب بالمصارف؟ مين من السوريين يلي هو قادر أنه يجمد أموال أو يغامر بأموال وما بيعرف بكرة شو فيه؟ يعني هذه الإجراءات الحقيقة غير قابلة للتطبيق. ليش غير قابلة للتطبيق؟ مثلا ناخذ مثل هذا القرار الأخير، وقت نحط 15% من قيمة العقار نسدده عبر المصارف، لازم نفهم أنه نحن طبعا هن فرضوا أيضا أنه يجمدوا 500,000 لمدة 3 أشهر على الأقل، حقيقة ما بعرف شو يعني 3 شهور على الأقل، يعني ممكن تكون أكثر. المهم اليوم لازم نفهم أنه بسوريا في عملية تقييد لحركة الليرة السورية، يعني ما ممكن الإنسان يسحب المبلغ اللي بده إياه من المصرف إمتى ما بده، فأي أموال تودع في حسابات البائع أو أي حركة مصرفية هي ما بيعرف هو شو مصيره وقديش بكرة ممكن يسمحوا له يتصرف بنسبة منه. ورغم حركة التقييد، طبعا النظام مقيد هذا الموضوع ليثبت سعر صرف الليرة السورية، اليوم مقيد مثلا يمكن الحد الأقصى للسحب اليومي 2 مليون، بكرة ممكن يعملوه مليون. بالإضافة لخطورة التضخم، كلنا بنعرف نحن أنه الليرة السورية مثبتة من خلال مثل هالإجراءات، من خلال تقييد حركة الليرة السورية، في حال فشلت هاي السياسة لسبب أو بآخر بأي حدث أمني، اهتزاز أمني داخل سوريا، ولا نحن معرضين في جو كله يعني مكهرب ومتوتر، ممكن الليرة يعني الدولار ينط يصير 10,000 ليرة سوري، الناس رح تخسر يعني نسبة كبيرة من أموال المودعة في المصارف بدون أي أمل وبدون أي تعويض. يعني ما بدول تانية ممكن يصير في تضخم يعوض هذا الموضوع بالفائدة بالأعمال بنمو الاقتصاد بالصادرات، نحن الناس عم تخسر مصاريها بشكل يعني مجاني فينا نقول. فإلزام الناس بمثل هذه الإجراءات
عمليا هن تشليحهم جزء من اموالهم، هذا اللي عم يصير. الخطوه الثانيه اللي نحن شفناها موضوع رفع الدعم وعدم الاستجابه مع كل النداءات التي يعني اطلق المواطنين المستحقين للدعم بحسب المعايير، بحسب معاييرهم هن. بالاضافه لكل اللي حكيناه، مو بس الناس يتم استبعادهم من الدعم، وانا برايي راح يتم استبعادهم، يعني هي شغله وقت مثل ما حكينا، وحكينا بتسجيل من اشهر بوثيقه مسربه من الحكومه، وحكيت وقتها يمكن قصدهم انه يسربوها للناس يعني تفهم عليهم، ولو انكروها راح يتم استبعاد خلينا نقول الغالبيه العظمى من السوريين من الدعم خطوه ورا خطوه، وهذا السياق صار معروف. بياخذوا اجراءات تعجيزيه مره ورا مره، بيصير في نوع من الاستياء في الشارع ونوع من النداءات انه شو عم بيصير، بيطلعوا المسؤولين بيصيروا بيشرحوا للناس الظروف يلي ادت الى هذه الاخطاء او هذه السياسات يلي ما عم بيحسنوا فيها يلبوا طلبات العالم، بيقولوا والله هل مستوى من الدعم ما عاد ممكن نقدم لكم اياه، فبياخذوا قرارات ايضا متدرجه لحتى يستبعدوا شرائح اخرى او يرفعوا الدعم او يرفعوا الاسعار، وهكذا راح يوصلوا فينا انا بتوقع مو ابعد من العام الحالي، نهايه العام الحالي، ليستبعدوا معظم السوريين من موضوع الدعم. ممكن أقدم شكوى من خلالك؟ أنا أجتني رسالة الساعة 6 الصبح، في حدا بيجي رسالة الساعة 6 الصبح؟ هلا رسائل الإلكترونية هي تطبيق. إيه المهم لبين ما أجينا لهون وأخذنا وقال إنه جاي سيارة الرز، عرفت علي شلون؟ قال لي الموظف قال لي تعال بكرة، هلا بيجي بيقول لي إنه راح عليك التقنين وراحت مدة الرسالة 24 ساعة، بدك تقدم طلب من أول جديد. قدمنا طلب من أول جديد، قال أنت أخذت الرزات ما بقى يحق لك مرة تانية. طيب هلأ أنا شو ساوي؟ يعني أنت قطعوا لك الدور أنه أنت أخذت ال... أنا ما أخذت، بس هني قطعوا لك أنه أنت أخذت. أي تيجي قرارات إضافية مو بس يستبعدوا الناس من الدعم، أيضا قرارات لحتى ترتفع الأسعار أضعاف مضاعفة عما هي عليه، يعني بتكون مصيبة الواحد مصيبتين. أيضا تم رفع سعر الفيول يلي بيغزوا فيه او بيعطوه للمنشآت الصناعية بمقدار 100%، يعني كان يمكن 620 ألف للطن صار 1,200,000 ألف للطن، تقريبا نسبة 100% رفعوها. طبعا هذا الارتفاع عميم بدي نعكس على المواطن، نحن عم نحكي عن منشآت صناعية، فإذا معظم المنتجات اليوم في الأسواق رح يتم رفعها بنسبة 100% أو يعني كثير من المنتجات، وهذا رح يشكل عبء إضافي على المواطن السوري. وبالنهاية المواطن مطالع بإيده شيء، عم نشوف في نوع من محاورة الاحتجاجات مثل ما صار بالسويدة، وتم يعني محاصرة هذه الاحتجاجات واليوم توقفت، عم يقولوا هن تريسوا بالموضوع لنشوف كيف تصير التطورات. الناس حتى في يعني معظم المدن السورية والناس المحسوبين على الحاضنة للنظام السوري صاروا يحكوا على شبكات التواصل الاجتماعي ويتجاوزوا الخطوط الحمراء، لأن الحقيقة الموضوع ما ظل يحتمل. شفنا كيف تم اعتقال الصحفي كنان وقاف يلي انتقد عملية ظهور بشار الأسد مع سلافة وخرجي وهو مبتسم وفرح، ويعني وقال يعني بمعناه هذا وقته وكل هالمشاكل عندك ياها. في صحفي آخر اسمه يونس سليمان دافع عن وقاف وكتب أيضا منشور، خلينا بس نشوف شو كتب. عندما يحق للأمن مداهمة بيوت المواطنين بلا إذن نيابة يحق لنا الاحتجاج بالشارع. عندما يتحرش الأمن بأطفال الصحفي كنان وقاف وتهديدهم بأنهم سيقتلون أباهم سقطت شرعيتهم. عندما يصبح المسؤول خطوط حمراء محرم نقدها ورغيفنا محلل سرقته سقطت شرعيتهم. عندما يكون منشورنا خطر أكثر من سرقات الحواجز والأخرس وقاطرجي وغيرهم السكوت جريمة وسقطت شرعيتهم. بيقول آخر شيء، عندما ضربت إسرائيل مرفأ اللاذقية وين كنتم لحيسة الصرامي؟ وين كانت الكرامة تبعكم وتبع أسيادكم؟ طبعا هذا تجاوز للخطوط الحمراء، وبالتالي فعلا تم توقيف الصحفي يونس سليمان بحسب ما تتبعت أنا من كثير من التعليقات وصفحات الأصدقاء. والحقيقة أيضا إذا تابعنا صفحته بنشوف أنه هو من 7 شباط، يعني قبل أكثر من 5 أيام ما عاد كتب ولا كلمة على صفحته، أيضا اختفى مثله مثل كنان وقاف. ونرجع للسؤال يلي بلشنا فيه التسجيل، ليش النظام ما بيحط باعتباره أي شيء آخر؟ كان يحاول هو يلعب على التوازنات، كان يحاول دائما خلال حكم حافظ الأسد والسنوات الأولى من حكم بشار الأسد يعمل نوع من تحقيق المصالح لكل القطاعات ليبقى هو يعني
فيه الحكم من خلال هذه الوسيلة اليوم ما بيعمل اعتبار لحدا. الحقيقة ما في غير تفسير واحد أنا قلته قبل هالمرة، يعني هيك حكيته بسياق تسجيل من التسجيلات، ولكن يبدو أنه فعلا النظام اليوم هو يدرك بأنه انتهى، بأنه هو عم يحاول أنه من خلال عملية تأمين أموال إضافية يظل أطول عدد ممكن من السنوات في الحكم من خلال رشوة وتأمين الأموال اللازمة للأصدقاء روسيا وإيران، وتأمين أكبر قدر ممكن من الأموال حتى بعد ما يغادر السلطة لحتى يأمن أطول حياة ممكنة بنفس السوية له ولحاشيته. هلا بالنسبة للبلاد عم تنهار يوم بعد يوم بشكل متسارع، نحن عم نشوف شلون أخبار الجريمة، الخطف والسرقة يوم عن يوم عم بتزيد، من أشهر طويلة يوميا في خبر السرقة لأموال أو لأملاك الدولة والبنية التحتية، كان اليوم في خبر عن سرقة 16 مركز تحويل بالسيدة زينب. مع الأسف مثل ما قلت موضوع السرقة عم بيقطع الخدمة، إذا كان مثلا بالكهرباء بيقطع خدمة الكهرباء، يا بيقلل من ساعات التغذية، بيقطع عن مناطق واسعة. الحكومة ومؤسسات الدولة قالت بشكل صريح أنه نحن ما عندنا استعداد نصلح الأعطال الناجمة عن السرقات، لأن هذا بيشجع الناس على السرقة، وبالتالي عم نشوف هالدائرة الجهنمية عم تكبر وتكبر، سرقات وتخريف ممتلكات الدولة، في المقابل مناطق واسعة عم تفقد الخدمات الأساسية اللازمة للعيش، لنوصل لمرحلة ما يكون قدامنا غير ننتظر رحمة الله علينا. الآن بما يتعلق ب يعني الصراع الأمريكي الروسي على أرض سوريا، عم نحكي فيه صرنا أكثر من يوم. اليوم كان في تصريح ملفت الحقيقة لازم نوقف عنده، هو روسيا صرحت أو وزارة الخارجية إنه العملية الأخيرة اللي قامت فيها الولايات المتحدة واستهدفت أحد أو زعيم تنظيم الدولة في شمال سوريا لم يكن بالتنسيق مع روسيا، لم يكن بالتنسيق معنا، هيك قال، وفي سياق الخبر قال يعني يا دوب أعلمونا. هلا هذا الموضوع بيجي بنفس سياق الأخبار اللي كنا عم نشوفها وعم نحكي عليها بالأيام الماضية، أنه موضوع الصراع في أوكرانيا أو نشوب الصراع في أوكرانيا ربما يؤثر على الاستقرار في سوريا، أنه يكون ما يضل في تعاون بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا، وهذا بدي أثر سلب على الوضع، لأن نحن اليوم نعرف أنه في غرفة عمليات مشتركة تقريبا وتنسيق كامل بين الولايات المتحدة وروسيا يعني بشكل أساسي، وأيضا تركيا وإيران وكل الأطراف الموجودة في تنسيق بشكل أو بآخر، يعني حد أدنى، وهو حد لا يسمح بتنفيذ أي عمليات بين أي طرف وطرف أو من خلال طرف من دون ما يعلم الأطراف الثانية، لأن هذا ممكن يؤدي إلى اشتباك مباشر. اليوم التهديد يعني إذا بدنا نفهمه هيك مثل ما هو، أنه في حال نشوب الصراع هذا التنسيق بين الولايات المتحدة وأمريكا سينتهي على الأرض السورية، وهذا التصريح هو بداية لأنه موضوع التنسيق ما كان كما يجب، وفي حال نشوب الصراع هذا التنسيق رح يتوقف، وبالتالي رح يصير في كتير من الحوادث يلي ممكن تأجج الصراع وتضرب الأمن والاستقرار الموجود بأكثر من منطقة في سوريا. رجعت روسيا مرة تانية، الخارجية الروسية مرة تانية أكدت أنه الولايات المتحدة واستخبارات الولايات المتحدة عم تجهز لحتى تعمل عمليات تستهدف الأمن في سوريا من خلال تنشيط عناصر متطرفة أو من خلال مخطط معين يستهدف القوات السورية والروسية والإيرانية في سوريا، وأيضا هذا مؤشر سيء للغاية. نحن ما بنعرف كيف الأمور بتصير، ما بنعرف شو المخططات، مثل ما عم يصير استفزاز روسيا بأوكرانيا، محاولة جرة لصراع في أوكرانيا، يمكن أن تلعب روسيا نفس الدور في سوريا وأن تستفز القوات الأمريكية أو أن تورط القوات الأمريكية من خلال افتعال بعض الحوادث لكي يبدو أن الولايات المتحدة هي من تقوم بذلك، أو ربما الولايات المتحدة، يعني لا أستبعد شيء، الولايات المتحدة تفعل دور العناصر المتشددة لكي تزعج روسيا وتكون هذه المعلومات في محلها. المهم أن الأمور هي تمضي باتجاه التصعيد وتأزيم الوضع المؤزم أصلا في سوريا. ضمن هذا الإطار بنشوف أنه التحركات يعني ماضية، المشاريع تنفذ وربما يتم التسريع في تنفيذ هذه المشاريع لحتى كل واحد يتمترس بمنطقته وبمناطق نفوذه. في خبر سربته أحد وسائل الإعلام المحلية التابع أخبار شرق وشمال سوريا بأنه رتل إيراني من العربات المسلحة والبيكابات، وطبعا في صور مثل ما بتشوفوا على الشاشة، اتجه
رتل كبير، يعني قوى عسكرية كبيرة إيرانية كانت موجودة بمنطقة الرقة، اتجهت نحو الجنوب إلى درعا لحتى تتمركز هناك. بنعرف نحن درعا هي أكثر منطقة يتواجد فيها قوات وميليشيات إيرانية أو تابعة لإيران، وهذا الموضوع أنه في قوات انسحبت من الرقة أو هذا الخبر لحتى تتمركز في تلك المنطقة يعني ذات السيادة الإيرانية تقريبا الخالصة. طبعا في تواجد ل يعني بعض مؤسسات النظام الأمنية، في تواجد لبعض النقاط الروسية، ولكن السيطرة المطلقة تقريبا لإيران في المنطقة الجنوبية اليوم. أيضا بنشوف أنه قوات سوريا الديمقراطية أخذت خطوة، وكان في أخبار عن إقرار الدستور لمنطقة شمال شرق سوريا، يعني ما له علاقة فينا، باتجاه أيضا حكينا أكثر من مرة موضوع الوافد وزيارة المنطقة بحاجة إلى كفيل، موضوع تهجير سكان العرب من بعض المناطق بحجة الصراع مع تنظيم الدولة وهكذا. فإذا أيضا اليوم يتم صياغة دستور خاص لتلك المنطقة، يمكن نفرد له بكرة تسجيل خاص لحتى نوقف على أهم النقاط فيه، ولكن هذا اليوم بسياق أنه كل منطقة من المناطق يتم تنفيذ المشروع فيها، يلي غالبا هو تقسيم سوريا لكيانات أصلا غير قابلة لتصبح لا دولة ولا دويلات، ظل تحت سلطات أمر واقع تعيش تحت يعني حكم العصابات والميليشيات إلى أجل غير مسمى. بالنسبة لمسؤولينا مع الأسف بشكل متعمد أو غير متعمد ما عاد يصلحوا غير للكوميديا السوداء، المضحك المبكي، مثل ما حكينا بمقطع مبارح عن موضوع تحرير الطفل فواز يلي كان مختطف ورجع لأهله بالسلامة بعد شهرين وعشرة أيام من خلال دفع الفدية، كيف صار هالهمروجة بيقولوا، ويعني صار في تعدي على الحادثة كلها يلي مرقت من خلال أنه العصابة أخذت البداية والولد رجع لأهله. فإلا ما ظهر قائد الشرطة ووجه الشكر للمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية وإلى آخره من هالسيناريو بدون ما يكون لهم أي دور، بالعكس كان دورهم سلبي. اليوم في مقطع آخر راح أعرضه عليكم، وزير التربية عبيلوم إدارة المدرسة بلهجة قاسية وبنبرة عالية أنه يا مدرسة أنتوا ليش ما عندكم كهرباء؟ معقول تاركين الطلاب بلا كهرباء؟ خليه. بينا بشان تعالوا لي بالتلفزيونات المجتمع المحلي وصلتوا مطابع الأمر شو هدول أولادكم ولا أولادي؟ أولادكم شو تركينوا هين؟ كهربا ما في، في أسهل من أنه نفكروا افتحنوا الشباب؟ في أسهل من أنه نشتغلوا شوي بالكهرباء وتمديدات كهرباء؟ معقول سألوا صناعي ما في كهرباء؟ عنكم ولدي؟ ما عنكم دم طلب معاليكم ولا هلأ ما الدكتور عم يحكي باتجاه تاني، طالما الشمس الصناعية ليش ما جبنا ألواح الطاقة الشمسية ولا الضوئية وركبناها بشكل استشغال مباشر أثناء النهار؟ سيادة المحافظ مفتح الشباك، ليش الشباك مسكر؟ بس شوف يا هون هذا كل شيء بدنا نحكي فيه اليوم. شكرا لمتابعتكم، فيكم تشوفوا طبعا أخبار إضافية على موقع سيريا نيوز أو شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة فيه، رح أحط لكم روابط في صندوق الوصف، التليجرام والفيسبوك. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المشتركين بالقناة، وشكرا للمنتسبين لعضوية القناة، وإلى اللقاء في تسجيل قريب.